بمشاركة 16 ناديا من بغداد والمحافظات، أقيمت اليوم بطولة أندية العراق بالرماية للنساء لفعاليتي البندقية والمسدس الهوائي. أنا فرحان بالمشاركة، يعني أنه أعتقد أنه 16 فريق من كافة يعني على مستوى العراق، عدد لا بأس به. أنه بالنسبة للمشاركات أكو فرق الحقيقة أنه ما قدرت توصل، يعني ممكن يوصل لهذا 20، يعني عند كركوك على أساس أنه يجون يشاركون ما شاركوا. وشهد ميدان الرماية التابع للاتحاد منافسة قوية بين الراميات وخاصة من أندية الجنوب اللواتي يمثلن المنتخب الوطني. هاي ثالث مشاركة لي، ويعني إن شاء الله نحقق الفوز ونصعد أكثر بعد، وطموحات بالمستقبل إن شاء الله أكون بطلة العراق وأرفع رأس العراق إن شاء الله. رسل عندكم قاعة حمر الأولمبية هناك بالنادي، تدريباتكم وين تصير يعني؟ تدريباتنا عندنا قاعة إنه يخصنا يعني نادي ميسان وهاي، ونتمرن كل يعني مسوينا جدول ونتمرن. جبت الأول، شاركت فعالية المسدس، شاركت بطولة شارقة دبي للنساء مواليد 2000، وشجعني ووصاني لهذا الشيء أبوي وأستاذات، كل الفضل لهم. وطالبت بعض الراميات الجهات الرياضية المسؤولة بإنشاء قاعات خاصة بالرماية في المحافظات نظرا للإقبال الكبير على هذه اللعبة من قبل الفتيات. نطالب أنه اللجنة الأولمبية وزارة الشباب والرياضة لازم يلتجئون ويشوفون الاتحاد الرماية، لازم احنا نحتاج أنه ميادين رياضية الكترونية. انت دا تشوف الميدان يعني أسوأ بالنسبة للدول العربية، وحتى يعني محتاجين انه يهتمون بهذا الشيء. العب مسدس ان شاء الله، قدمت كل ما اقدر عليه، وشاركوا هوايه من كل المحافظات، وان شاء الله على الجايات احسن واحسن. كما عبر مدرب المنتخب الوطني المصري الجنسيه عن اسفه للاهمال الكبير الذي يعاني منه ميدان الرمايه في بغداد. فقر الامكانيات، عشان ابقى صريح برضو، الميدان لا يليق بسمعه العراق والعراق وللتدريب، لكن شايف ان ابطال كتير ولاعبين كتير بيحبوا الرمايه، ونسبه الناشئين ونسبه اللي بيمارسوا الرمايه وعايزين يعملوا نتائج وبطولات، لكن البنيه التحتيه لا تساعد. يعني البنيه التحتيه بصراحه لا تساعد. الميدان مش هو محتاج ميدان الكتروني، محتاجين دعم مادي. وتعد هذه البطولة هي الأولى لنشاطات اتحاد الرماية لهذا الموسم، وتأتي لاختيار عناصر المنتخب الوطني الذي سيمثلون العراق في بطولة آسيا في الكويت بعد أسابيع. من مقر اتحاد الرماية، أحمد قاسم، الحرة، بغداد.